هذا فعلا لازم تعمل عشان بينج عليها يفهمنا. ايوه شوف ان هي موجودة ولا لا. ممكن نشوف مش موجودة عشان عايز اي بي او عايز طبعا نظبط الفي ام اي. ماشي اوكي، بس خلينا نخزنها الاول. بس بيبنك عشان انت بتبنك من عندي يعتبر، ماشي عشان مديها. فانت هتظبط الدنيا متظبطه. ماشي، هندخل على الوين باك الايكون دوت. طبعا محتاج قبل الوين باك طبعا ان انت تبقى متاكد بان السيرفس شغال. اه اللي هي اهو، ايوه هي دي تقريبا. ايوه لا مش شغالين، يبقى انت محتاج انك تشغلهم. طبعا هي الطبيعي انها بتدخل تشتغل، بس انت عشان شغال في ام دلوقتي فلازم تشغلها بايديك. راننج راننج ايه، كله بقى راننج عشان تعرف تدخل معاك الايه. انت غيرت لها الباسورد بتاع الوين باك الديفولت؟ لا انت اول مره تفتحه. اه ديفولت. ماشي اوكي. هو مش المفروض ان الباسورد ده بتاع الباسورد الكنترول؟ لا ملوش علاقه بدي، بس باسورد الكنترول مش ضعف بعلاقه الوين باك خالص، ملوش علاقه. انت قلت له ان سيزون خدته من عادي كده. احنا اتاكدنا ان كله بقى راننج زي ما احنا شايفين كده. نعمل كلوز وجاهزين دلوقتي ان احنا ندخل الوين باك. الوين باك الديفولت بتاعته ادمن ادمن. هوديك هنا لوجن، لو هو مش هيدخل لوجن هيقولك ان هو مش قادر يدخل. سكسسفلي دازنت لوجن، يبقى الباسورد انت انت مدخل الباسورد قبل كده. ماشي اوكي. الباسورد دي ملهاش بالباسورد، ملهاش علاقه بالباسورد بتاعت اللغه. افتكر بقى البتاعه دي ادي ادمن زي دي كونكشن كده. اللوجن اهي بيقول لك ايه ذيرز ا اوكي جيت انت زي دي. ايوه نزل لي نويز دي بتنزل دي اهم التاسك. اي حاجه في التاسك ده لقيت اللوجو خلاص كده. كده فتح قدامي المنظر اهو اللي احنا شايفينه ده. اول حاجه بنبدا فيها ان انت عايز تضيف اللوحه دي. تيجي عند configuration device device man، يديك المنظر ده device. تعمل كليك يمين مثلا، انت عندك كذا اوبشن. احنا هنقاد نت دايركت نت اكس جيت واي بانل. ماشي، هيفتح لك البتاع ده. احنا هنعمل طبعا في الاول مثلا كمثلا مثلا تيست مثلا او اتش تي ان مثلا اتش تي ان تيست مثلا. مش مشكله اتش تي ان ديسكريبشن بتقول لو عايز تكتبها مكانها فين مثلا، او حاجه ليك تيست مثلا بانل مثلا تيست بانل. بعد كده عندك هنا اهوت نوع التوصيله بتاعتك. هي اصلا لازم تعرف هي 4 ولا 1 2 3. هي لوحه 1 2 3 تمام. بعد كده بتقول نوع التوصيله بينك وبين السيرفر، هتتكلموا بعض ازاي. تي سي بي اي بي. وتبدا ان هو تكتب الاي بي بتاعها هي الاي بي بتاعها هي اللي هي 157. اوكي طبعا ما دام انت مش موصل ار اس 185 فطبيعي البانل الادرس بانل ده زيرو، ما تفرقش معاك يعني ما هو بتاعك، لان انا هي لوحه واحده بالظبط. الستس دوت يا اما اكتف هي موجوده او ان اكتف انت هتكتفها بعدين، او نوت بريزنت ما تشغلش بيها الكوميونيكيشن سيرفر، يعني بحيث لما تشتغل تبقى اقلبها اكتف. طبعا احنا في حياتنا دي اكتف اكتف عشان نوصل بالظبط. طيب الكونكشن دي كلها ار اس 185، يعني انت بيقول لك انت عايز تشتغل على انهي سرعه دي ولا دي. طبعا مش تفرق معانا خالص دلوقتي، ودي الحاجات دي نترك من دي انت تلعب فيها خالص.
تمام ماشي تمام. هنا هو بيسالك كوميونيكيشن سيرفر انت شغال عليه ايه. انت هو طبعا مفيش غير كوميونيكيشن سيرفر واحد بس اللي شغال عليه اللي هو ده اللي هو ده اه اللي هو طبعا لو انت عندك لوح اكتر من 50 بيضطر ال 51 تعمل لها كوميونيكيشن سيرفر ليها تاني. فكل لوحه بتختار لها كوميونيكيشن سيرفر بتاعها. طب الكوميونيكيشن سيرفر انا بكريته ازاي؟ بنزل لا لسه قدام ماشي. بعد كده بعمل اد لازم اد. لو انت قلت نيكست اللوحه مش هتتحس اه تبقى موجوده اهو بس مش محسوس بيها. لازم تقول اد ولازم ارجع وتقول اوكي واد اوكي لغايه ما دي تختفي. اه لو انا ما دوستش اد ودوست نيكست على طول لازم تدخل تاني تعمل اد. ادخل تاني على نفس اللوحه واعمل بالظبط. الله ينور. نيكست انا اهوت. هنا بيقول لك انت هتشتغل ايه. هو الديفولت بتاعه بيشغل بيعمل لك كل الكارد فورمات. طب انت معظم الناس بتخلي الكارد فورمات كله بس ده مش صح. يعني المفروض انت تبقى عارف الكروت اللي تشتغل عليها 32 مثلا وتبدا تخفي مثلا حاجات اللي مالهاش لازمه علشان ما ياخدش يعني ريسورسز كتير. ايوه بالظبط انا عارف انا هقرا ايه. ايوه بالظبط. ولو في تعديلات الراجل بتاع الشركه بيديك الكروت يقول لك الكروت بتاعتي الفاسيلتي كود بتاعك كذا بتكتبها بتكتب التعديلات اللي هو بيعملها او انك تعمل واحد جديد خالص. لو انت مثلا واحد فورمات جديد بتكتب له وتسميه اسمه وتاخد اسم الشركه والفاسيلتي كود اللي هو بيحطها والكارد نمبر حسب ما يديهالك. فحالتنا دي طبعا احنا ايه عاديه. بقى كده نيكس بيقول لك افيلبل تايم اخترت كل حاجه. بعد كده بيقول لك التايم زون بتاعتك. انت هتشغل اللوحه دي 24 ساعه في 24 ساعه اللي هي دي. وهنا في حاجه اسمها لو انت اولويز اون ادي نيفر. يعني انت لو انت هتعملها سكيدول ممكن اللوحه دي كلها هتشتغل تستجيب منك في حالتنا ديت 24 ساعه على في 7 ايام. لو انت عايز تعمل سكيدول معين بتعمل سكيدول اللي انت عايزه بتعمله هو. يعني معنى كده ان انا اقعد سكيدول اخلي اللوحه دي تستقبل مثلا في وقت دخول مصر الوقت من كذا لكذا. بالظبط بالظبط. احنا ما يستحسنش تعملي كده اهوت. لو انت الاحسن ان الكروت هي اللي تعمل عليها اللي هي بالظبط بالظبط. دي حقيقه هقولها لك بعدين يعني قدام ان شاء الله. نيكست احنا بس عايزين نركز في التسجيل ده على انك تعرف اللوحه بس الاول. النيكست بعد كده بيقول لك اللوحه دي انت هتحط لها انتي باس باك. يعني ايه انتي باس باك؟ ان انا الكارت اللي اضربه ما ادوش للي بعديه يضرب يدخل بنفس الكارت. تمام. دي يا اما في حاجه اسمها لوكال يا حاجه اسمها جلوبال. يعني ايه لوكال؟ يعني لو انت عندك كارت واحد او كارت متوصى عليه ار اس 485 كتير فانا بسميه لوكال بيبقى كلهم مع بعض مجموعه دي مع بعضها. جلوبال لا ده انا عندي كارت وعندي كارت في مبنى تاني وعايز اشتغل جلوبال مع بعض. اللوكال احسن من الجلوبال. ليه؟ اللوكال دي تبقى مجموعه مع نفسها وفي سرعه بينهم. جلوبال ده هيحمل على كوميونيكيشن سيرفر فتلاقي واحد ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. الله ينور عليك. طبعا في حاجه اسمها كونتينوس كارد ريدر ان هو يقدر الريدر 24 ساعه مستني الامر وده طبعا مفضل يعني عشان ما ياخدش وقت. وريفرس ريد ليد في ناس بتفضل ان هي الليدات نفسها تبقى مقلوبه يعني الاخضر احمر والاحمر اخضر ودي طبعا ما بنعملهاش. تمام كده. لازم دي تكون التشيك اون نفس كده بنفس المنظر كده بالظبط. لو انا شلتها تمام هتعكس بالظبط يعني هتكون خضراء لما اجي اديها الكارت بالظبط بالظبط. الهوست جراند ديت اللي اوبن دور انت ابديت بانل او ما تفتح الباب اعمل ابديت للبانل ان الباب اتفتح. دي طبعا بتتساب زي ما هي كده. تمام. تيجي على نيكست بقى الانبوتس بتاعتي. لازم نبقى حافظين الانبوتس طبعا معانا الرسمه ومعانا المانيوال وعارفين الانبوتس بتاعتي معموله ايه. طبعا طب انت مثلا واحد داخل ومش عارف ايه الانبوت بتاعتي بتعمل ايه؟ تيجي على ده تعمل دبل كليك كده اهو هيقول لك اه ده دور 1 اجريس ان ويبقى ده بتاع البوش بوتن الاولاني. طب انت مش عارف دي هدوس على دي اه ده ستيتس يبقى ده السنسور بتاع الدور الاولاني. تمام. طب اجي على دي ده التمبر بتاع الريدر الاولاني. ده التمبر لو ان الريدر حطه وليه تمبر فلما تشال من الحيطه. طب انا مش محتاج وانا الريدر بتاعي ما فيهوش تمبر يبقى تعمل سكيب يتشال. طب اللي بعديه ده بتاع ايه؟ ده التمبر ان الري بي اللي هو الريدر الاكستنشن ده الريدر الثاني فده مش هحتاجه. طبعا انت لو حافظ بقى عارف ان انا مش هحتاج لا ده ولا ده اصلا. خمسه ده جنرال بيربز اللي هو في ان
5 ده بيبقى زياده. عايز تحطه حطه، مش عايز مش هتحتاجه خلاص مش هحتاجه. خلينا نحطه هنا اهو عشان اشرح لك ازاي تعمل فاير بعد كده. تمام حلو كده. تمام 6 ده بيقول لك البرايمر باور، اللي هو الباور لما يقطع يشتغل. هنا اللي بيحس ان الباور الباور قطع ولا لا. الله ينور. هنا بقى بدا يقول لك ايه، ان لو اللوحه 1 2 3 عليها لوحه ثانيه ده الدور رقم 2. طبعا احنا في حياتنا دي احنا عندنا لوحه واحده بس بدور واحد، فاكيد ده دور 2 وده سنسور 2، كل ده مكرر تاني، ودور 3 وسنسور 3. انت همنا في الاخر ايه اللي في الاخر ده، اللي هو البانل تامبر، اللي هو الباب بتاع الله ينور عليك. فنحطه ده. طب اللي قبليها، طب اللي قبليها هتلاقيه بيتكلم على الريدر 3 اللي احنا اصلا مش موجود اصلا. حلو كده. يبقى انت كمان عملت ايه كل اللي انت عايزه. الاولانيه دي خاصه بالريدر اهو. ايوه الريدر اهو. تمام الاس ده خاص بالظبط. الله ينور عليك. والستيت زي الفل كده، ده ما غيرش فيها حاجه خالص. اوكي تيجي نيكست هيقول لي الاوت. طبيعي ان الاوت بتاعي لا ايوه، لو دوست كده هيقول لك دور 1 لوك 1 طيب اللي بعديها ديت لو دوست عليها ريدر 1 ليد اوت. ايه ده، انا ممكن اغير الليد كمان بتاع، لا بس انا مش عايزها. يعني في بعض الحاجات ان في اوت او بتاع الليد اخليه نور اخضر بدل احمر، دي هنشرحها قدام. هنا اهو ده الاوكسيلري 3، لو انا عايز اشغل الاوكسيلري خليه عشان ابقى عارف ان في اوكسيلري. تمام كده. طب 4 الريدر 1 بازر. ايه ده، ده انا ممكن اعمل بازر، يعني انا ممكن اخليه يصفر في الحاله دي بالظبط. لو انت عايز تشغل الريدر انه يشتغل مكان هورن، الباب اتفتح فالبازر هو اللي يشتغل، تحتاج البازر بتاعه. تمام. ودي لازم مش محتاجينها عشان انت عندك، هنفترض ان انت هتركب الريدر دي 0 دي 1 وبلس وماينس وما عندكش اسلاك ثانيه للبازر ولا الليد. فاهمني، فهنتكلم في الكيس بتاعنا. اللي بعديها دور لوك 2، لا انا ما عنديش لوك 2، هو بيقول لك ان انا ممكن كمان ازود. تيجي على في الاخر طبعا دي هي كله ده بعض. يبقى كده خلصت الايه الاوت. تيجي على الحته الجايه دي مهمه جدا، الريدرز. معظم الناس تقول لك اه ريدر كده زي الفل، كده الريدر كده زي الفل، انا مش عايز اكتر من كده. ريدر 1 ده غلط، الريدر لازم تسميه بالاسم اللي هو موجود فيه عشان هو ده اللي هيبان لك في ايوه في. فانت لازم تقول له مثلا ايه، مثلا يعني ان انت بفرض انت في جيت 1 هتقع انترنس. تمام كده، وتدوس انتر كده خلاص عرفنا ده الانترنس. طب ايه اللي ايه رقم 2 ده، ده ريدر 2 اي 2 ما لناش دعوه بيه خالص. وفي اللي هو بالظبط والاولاني دوت لو دخلت عليه اللي هي الاكستنشن بتاع الريدر. احنا في حالتنا دي عندنا ريدر واحد بس هسميه انترنس. تمام كده. تيجي نيكست هيقول لك فينش. بيقول لك هنا بليز انيشيت البانل مانيولي، هو مش هيحس بيها غير لما تضاف مانيولي. هنعرف ازاي تضاف اول، ده اللي حصل ده ممتاز جدا. بيقول لك انت دخلت عندي ده وانا مش حاسس بيه، انت ده عمره ما هيعرف يقفل معاك. بتعمل ايه؟ اول حاجه احنا نعملها فايل سيستم ديفولت، وتقول له اتعامل ازاي مع الالارم هاندلنج. الالارم يعني يفضل طالع لك كده هتخفيها، انتل الارم اكنولج هتخفيها عشان تعرف تقفل، دونت كلوز ويندوز انتل ذا الارم از اكنولج هتخفيها. فاعمل ايه؟ انا قلت اوكي اقدر اقفل كده واتعامل. فاهمني؟ لانه هيفضل لا الالارم موجوده بس ده هيفضل يعمل لك لغايه ما يختفي الالارم خالص، دي محاله تتعامل معاك. طبعا بعد كده هنا الفايل اللي انا عملته هرسها هوريك الالارم هتعمل ازاي. يعني هو فايل احنا بنسجل سيستم ديفولت لا الالارم ما نصوش الالارم لا انا ما عرفتش هو الالارم. خلينا اشرحها لسه مصر. دي اول حاجه عملناها، وانا متعمد ان هي تبقى على اليمين كده اول حاجه. بعد كده ثاني حاجه كونفيجريشن ديفاين، في حاجه اسمها اكسس اريا. يعني الاكسس اريا باختصار كده بيقول لك ان انا انت عندك اريا، بعد اذنك قول لي ايه الادارات اللي تدخلني الاريا دي. فهتقول له اد برانش الاول حاجه، بفرض ان انت مثلا بتتكلم مثلا في جيت 1 جيت 1 البرانش ده اكني بسمي فولدر، ده اسم فولدر ملوش علاقه باي حاجه.
يعني اللي هي دي اللي انا عملتها دي، في عندك اد برانش واد انترنس. البرانش دي اكنك بتسمي الفولدر، بسميناه تيجي على ده. الانترنس هي المهمه، هتلاقيه مديك كل الانترنس الموجوده اللي هو الانترنس. ايوه الريدر تحت الريدر كل الريدرز الموجوده بالظبط. فاضيفه هنا اهو، قلت له اد وادي كلوز، يبقى دي تاني حاجه اتعملت. دي الاكسس اريا. الاكسس اريا فايدتها ايه؟ ان انت ساعات بتبقى عايز تعرف الناس اللي جوه. طب هل ده ينفع يتعمل كده هو؟ لا، لازم ريدر دخول وريدر خروج، ما ينفعش انت تسيطر عليها، انما هي بتعملها كده كده. تيجي على بعديها الحته المهمه اللي هي كنترول اريا. دي مهمه قوي. ليه بقى؟ لان دي اللي هتبان للعميل او للاوبريتور اللي يعني. دي انت حر تضيف فيها زي ما انت عايز. مثلا كنترول اريا اد سايت، هسميه مثلا جيت، هسميه مثلا لو احنا ما بنتكلم على مثلا ستاد مثلا، مش عارف ستاد كده صح ولا غلط، مش مشكله مش مشكله. عايز جوه الستاد هتضيف برانش، هتقول له الجيت 1. جيت 1 ده اللي هيظهر بقى للعميل. اوكي، جوه الجيت 1 انا عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف مثلا ايه اد ديفايس. بيقول لك دي هتلاقيها كتيره بقى. لو عندك كاميرا هتضيف الكاميرا، اللي هي لو انت كاميرا انتجريشن، ودي لسه قدام شويه. في الانترنس بتاعتي اللي هو الريدرز اللي انا ايوه اقول له اد. بص اول ما اضيف هنا اهو بيضيف لي هنا اهو. طب انا عايز اضيف البانل برضه، يعني انا دي حاله الريدر، انا عايز اضيف البانل نفسها ال اتش ان اهو. عايز اضيف حاجه ثانيه؟ اه انت لو عايز تضيف الانبوت، بس انا هسميه دي بالانبوت. لو عايز دورز اللوحه في ايوه في، انت ما تكترش قوي، انت بالنسبه لك يهمك الريدر ويهمك الكنترول. اوكي، تيجي هنا دلوقتي الحته دي، ادي هنا بانت قدامك الحته المهمه بقى، اللي انت عشان تشغل كاز دول مش هيشوفهم اللي قاعد. ايه اللي هيشوفه؟ الاوبريتور ده بيقعد بيدوس على الاوبريشن ديت واكسكيوت اللي هي اول حاجه بيفتحها الايفنت. ادي الايفنت ده قدامه كده، ايفنت عشان لو في حاجه فتحت قفلت. وهنا هو تاني حاجه بيعملها حاجه اسمها الكنترول ماب. ايه الكنترول ماب دي؟ هتلاقيها نسخه من الكنترول اريا، تمام كده. ديت اللوحه لازم تعملها انيشيت، كليك يمين انيشيت سيلكت اول، يعني حتى البانل والكارد وكل حاجه، وتدوس اوكي. ما دام قريت معايا كده يبقى هو حس باللوحه. شايف المنظر دوت؟ كده ايه؟ انا كده ماشي تمام، حاسس. الله ينور عليك، كده حاسس باللوحه. بص كده هو تبدا اللوحه زي ما انت شايف كده، الموبيل اللي هو الاحمر. طب انا عايز اتاكد ان هي بتفتح معايا. ده الريدر اهو، اللي عملت كليك يمين قلت انلوك، فتح معايا. قفلت تاني لوك، تمام كده. ايه الالوان بقى اللي قدامي ديت؟ الالوان باختصار دي انت بنفسك قلت ايه؟ عايز اشوف الالارم. انت لو جيت على ده وشاور بيقول لك بانل الارم في برايمري باور وبانل تمبر. يعني ايه؟ في مشكله في الباور وفي مشكله في التمبر مش مفهوم بالظبط. طب انت مش قادر تشوف الصغيره دي، بتيجي كده اهو تعمل كليك يمين تقول اكنولج اول الارم. بص هيظهر لك هنا ايه الارم اللي كان شويه ظهر، بيقول لك الحته اللي انت عامل. طب انت في حالتنا دي انا عايز اخلي الاتش تي ام دي لونها اخضر عشان يبقى نورمال وانا مش موصل كده، فانت هتعمل ايه؟ الغي الباور والغي. الله ينور عليك. تيجي على الاتش تي ان دي بتاعتنا، انت عندك مشكلتك في الانبوت، عندي في مشكله في الباور هخليه نورمال اوبن، وعندي مشكله في التمبر اكني موصل، فاقول اوكي كده المفروض الالارم كده حالا دلوقتي اهو وهتخضر معايا دلوقتي، اخضرت تمام. طيب هل الاخضر ده صح؟ هو يقول لك اوكي، بس انت ما شفتش اكنولج عليه، يعني لو عملت اللي هو انت 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 فيه بس انت ما شفتش ما شفتهاش، فيقول لك والنبي شوفني. اكنولج كلير كور، ادي كده هي بقت كده طبيعي انها تبقى باللون ده، اللون الزيتي اللي هو اللي هو الزيتي ده. انما لو هي اخضر بتاع بتقول لك انت في حاجه، انا عايز اقول لك انها فتحت انا موجوده يعني. تمام كده، وكده ده المنظر الطبيعي بتاع الوين باك. بس لو باي ديفولت هتديني الريد احمر، اقول له بقى اقفلوا اللوحه. لا شوفوا الله ينور عليك، شوفوا كذا بالظبط. فهمت كده؟ صاد ادخل استسجيل جديد على اللي بعديه. مش مشكله، عايز تكمل مش مشكله، خلينا نسجل عشان اشرح لك بقى كل دول من تمام.
خلاص عشان ما يبقاش عندك كتير.